كثير من مشكلات الحياة بذاتها بما لها من الوجود الخارجي العيني لا تمثل عناصر لشقاء الفرد. الذي يمثل عنصر من عناصر الشقاء كيفية تلقيك لهذا الواقع الخارجي، كيف تتلقى؟ واحد بترت إصبع من أصابع، يقول في يوم من الأيام دخلت على شخص فرأيت أن يده بترت، ما كاتب أن من أين بترت، على كل حال يده كانت مبتورة. ألفتني فقلت له: ألا تتألم لأن يدك بترت؟ قال: أصلا ما أفكر في ذلك وما ألتفت إلى ذلك، أنا مو منتبه، أنت ألفت انتباهي إلى هذه القضية، أنا فقط أنتبه إلى أن يدي مبتورة عندما أريد أن أرتق ملابسي وثيابي، هناك ألتفت أن يدي مبتورة. يعني اليد المبتورة لا تشكل بذاتها مصدر من مصادر الشقاء. كيف تتلقى هذه المشكلة؟ تلقيك هو المشكلة وليست المشكلة هي المشكلة. كان واحد آخر، هذا كان يقول أنا أتحمل كل مشكلة في الحياة، كان موطن نفسه على جميع المشاكل إلا مشكلة واحدة ما أتمكن أتحملها، وهذه المشكلة مشكلة فقدان البصر، ما أتحمل هذه المشكلة، وحقيقة هي طامة عظمى نعوذ بالله منها. إحنا إذا يوم واحد نفكر أنه واحد يوم واحد ما يتمكن ينظر، تظلم الحياة في عينه. سجن يشعر به. يقول بعد مضي فترة طويلة وعندما بلغ 60 من العمر، في يوم من الأيام كان جالس على سجاد ينظر في نقوشه وخطوطه، وإذا به يشعر بتداخل في هذه الألوان والخطوط والنقوش. فقام فورا وذهب إلى الطبيب، الطبيب فحص قال: إحدى العينين قد عميت والثانية في طريقها إلى العمى. هذا المحذور الذي كان يرى أنه لا يتمكن أن يتحمل، يقول بعدين شعرت أنه هذه المشكلة أيضا قابلة للتحمل، وتلقى ذلك الرجل هذا الواقع برضا تام. العمى مشكلة، ولكن المشكلة الحقيقية كيف يتلقى الفرد هذه المشكلة. يمكن واحد أعمى سعيد في حياته، ويمكن واحد بصير ويعيش في القصور ويرفل في الحرير وهو الشقي في حياته. Oh.